بنتك في حدا عامل فيها؟ هوته بركي. ما هو يا مصطفى سرجعت مغتصبة. اسمع، اي شخص بتصير معه الشغلة فتح له مطرح. صار يعني؟ يعني هيك ايه؟ وتحت هون؟ هيك بشو؟ بإصبعه. بإصبعه؟ ايه؟ فوته لوين حطوا الإصبعه؟ فوته هيك. ايه شو نزل بس فوت إصبعه هو؟ دم. نزل دم؟ ايه؟ وورا صار يلعب لك ورا؟ كيف؟ ألعب فيه فهمنا وقعدنا على البنك الساعة وحطنا فزعة منه. طفلة يعني عمرها 4 سنين قاعدة عم تخبر بالتفاصيل شو صار معها، مين اللي عمل معها هيك، وبتوصف الحادثة بالتفاصيل المملة وشكل الأشخاص، ولليوم بعد ما صار شيء. شو صار معك يا بابا؟ فوتني على الأوضة اللي فيها تي في وعليها مخدات، فوتني عمو وشلحني تيابي وحط لي الزي هون على تمي وحط إصبعه من تحت وصار يعمل لي هيك هون بتمه هون على كتفي وكذا، ولما شال إصبعه كله دم فاتت سته وصارت تضربه. بس نطوط شو له عليه قبل الأولاد؟ هون ما بعرف بقى. فكركم هيني على بي يطلع على الإعلام على التلفزيون يحكي بهيك موضوع لو ما فقد الأمل من كل البراجع الرسمية والخاصة بالبلاد؟ بس هيدا الملعب وهيدا غرفته. إيه؟ يعني بقلب الملعب غرفته. إيه؟ شوفي مش انه انا فكرت عم تقليلي فكرت غرفته بعيده بس هي بين الاولاد يعني اللي هي زم يعني اذا زمتت منهم ما حدا بيشوف فينا نشوف الغرفه. هي قالت لان الاوضه اللي فيها تي في قالت الاوضه اللي فيها مخدات يعني عم نشوف يعني ايه يعني ولد يعني هي كيف بدها تعرف انه هي الاوضه فيها تي في لو ما فيها ما في اوض فيها تي في وين ما كان محل ما اخدينا للبنت مثلا باي محل الاوضه قالت بالمدرسه الاوضه اللي فيها تي في رجعت غيرت اقوالها قدام المحقق بس ولد بس معلي يعني ايه؟ انت حدا كان خبره اكثر ايه؟ عم نحكي نحن عن ولد. ولد يعني الولد ما يعني فيها تغير اقوالها بس لما تكون عطيتك هالقطه طيب شو قالت يعني صار تتكرر اسامي رفقاتها ما بعرف كيف في ناطور اوضه للناطور بقلب ملعبه اصلا صغير هذا الملعب وفيه عدد كثير كبير من الاولاد ما بعرف باي عرف ولا باي مدرسه ولا باي قانون بيكون بأي تربية موجود بهيدا الشكل هيك قريب وكل الولاد عم يلعبوا حد باب هيدي الأوضة اللي هو عايش فيها. مصطفى البي خايف اليوم أكيد خايف على بنته خايف على نفسيتها خايف على مستقبلها خايف على أي مدرسة بده يرجع يحطها فيها خايف من لفلفة هيدي القضية والضغوطات والتعتيم عليها بما أنه هو سوري الجنسية. أي شخص بتصير معه الشغل فتح له مطرح.